ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على توقعات الربع الاخير من عام 2020 لاصحاب برج العقرب. برج العقرب عندنا الربع الاخير اللي هو شهر اكتوبر نوفمبر ديسمبر، عندنا ده هيكون في سعاده قويه، عندنا في تحسين في الاحوال بشكل قوي، بدايه من اعياد ميلادنا. يعني هيكون عندنا من الاخر، او نقدر نقول اخر 10 ايام من شهر اكتوبر هيبقوا فارقين معانا. يجي شهر نوفمبر هيكون مميز كتير، شهر ديسمبر هيكون عندنا احلام بتتحقق. يعني ايه؟ يعني هيكون عندنا الضغط النفسي هيبدا يروح، المشكله الضغط المادي هيبدا يروح، المشكله العاطفيه والتاثير ما بين العلاقه الماضي والحاضر، وان يكون عندك موضوع متارجح مش عارفين الموضوع ده ماشي ولا مش ماشي، الدنيا بتاعته ايه، مش عارفين رد فعل الشخص اللي احنا بنحبه ايه، بنحب من طرف واحد. كل الكلام ده هيبدا انه يتصلح، ياخد خطوات جديده. بالفعل يا برج العقرب هيكون عندك خطوات جديدة، عندك اساسا اعادة حسابات لنفسك من شهر اكتوبر، هتبدأ تعيد حساباتك العاطفية، هتبدأ تشوف انت مع الشخص اللي يستاهلك ولا لا، انت كده ماشي على الخطوة الصحيحة ولا لا، هتبدأ تتراجع ايه ولا تعمل ايه ولا الدنيا بتاعتي ايه، طب انا وقعت امتى اطلع نفسي، طب هبدأ اطلع نفسي ازاي، ابدأ اصعد من الناحية المهنية ازاي، كل ده هتعمل لي اعادة حسابات. ولكن انا شايفة ان في نجاح مبهر كتير. على فكرة انا كنت كلمتكم قبل كده باين على توقعات السنة ان هيكون نجاحنا في الشهور دي هي منطبقة علينا، يعني احنا اللي بايدينا نعلي نفسينا او لا، او نستسلم للدنيا اللي هادية دي. عندك ايجابيات وعندك فرص رائعة جدا جدا جدا، لو احنا ما استغلناهاش واحنا اللي لقطناها وهي ماشية من قدامنا، يبقى هيكون عندنا حتة اللي هو زعل، هيكون عندنا فرق كبير ما بين برج العقرب اللي نجح وصعد وبرج العقرب اللي ما عملش اي حاجة، اللي لسه في مش قادر يعمل حاجة. عامة برج العقرب بالفعل عندك الوضع المهني، عندك بعد انك واقع او انك عندك مش عارف تعمل ايه، الشغل بتاعك انت مش حابه لان ممكن يكون الوضع المادي مش يعني الجاي على قد اللي رايح، يعني مش ليه عامل يقويك، الوضع المادي مش بيقويك، او ان هو مش لاقي تقدير مادي ولا معنوي. فيكون عندك انك بتفكر تغير الشغل او تغير الوظيفة او تغير المجال لحاجة افضل واحسن، وبالفعل هتلاقي ده وهتبدأ خطوة جديدة في الوضع المهني اللي يحسن معاك الوضع النفسي اللي ليه كمان علاقة بالناحية المادية وليه علاقة بالناحية المعنوية كتقدير. يعني هتلاقي ده هيديلك نفسية حلوة، هيديلك نفسية ايجابية، فهتبدأ ان انت تجري على تغيير وظيفة او مجال او فرصة انك تشق بيها طريقك في الوضع المهني، انك تجدد من نفسك، تطور من نفسك. فده عندك جدا جدا. بس طبعا نهينا عن حته ان في اشخاص حاقدين او الناس اللي هي باصه على تعاملاتنا على طريقتنا، يعني نحاول على قد ما نقدر ان احنا عندنا اي نجاح بنحاول نحققه ما نقولش عليه ابدا، نحاول نداري على نفسنا. اي خطوه، اي تحسين في العلاقات العاطفيه، اي تحسين في الامور العائليه، اي تحسن بشكل قوي نحاول ان احنا نداري عليه. حته العشم اللي بزياده مع الناس لا، نبطلها، لازم نقللها شوية. انتوا برج غامض، لكن عندنا في ناس كده بنبقى صريحين معهم صراحة الايه يعني، فده مش حلو ابدا، يعني لان في طاقة حسد. عامة كمان يا برج العقرب عندنا من حيث الفترة اللي جاية او الربع الاخير عندك هيكون في اجواء ليها علاقة بالسعادة، انك بتحاول تسعد نفسك، انك بتحاول كل همك ان انا ارضي نفسي ازاي، اعمل ايه، انا تعبت الفترة اللي فاتت وشقيت وزعلت وحاولت وغلط فيا وسامحت، عندك كل الحاجات دي انت مريت بيها جدا جدا، ولكن اللي جاي بقى انك عايز تدي قيمة نفسك، انك مش هتصبر تاني، انك هتوضع شروط لامورك كلها، شروط في امورك، العلاقة مع الاصدقاء، في علاقتك مع الشريك، علاقتك مع الحبيب، علاقتك مع الناس المقربين. يعني اي حد هيجي عليك هتبقى مش طايقه، هتلاقي نفسك بتدب فيه، هتلاقي نفسك انك سهل انك تعمل قطيعة مع حد، سهل عندك انك تبتعد عن اي حد، بس عندك قرب علاقات عائلية، انك هتقرب من عيلتك اللي هم الام، يعني عندك الام، يمكن ممكن اقول انك تبتعد عن اخوات لكن الام مستحيل. هيكون عندك قرب علاقة قوية جدا جدا تجمع برج العقرب بعلاقة الام جدا جدا. حتى كمان عندك انك هتبقى في الامور اللي يعني هتسترجع ذكريات كتير قوي قوي في خلال
الفترة اللي جاية، من حيث كمان الذكريات ليها علاقة بالحب، انك بتعيد ذكريات الوضع العاطفي، بتعيد ذكريات امورك الحياتية، امور مهنية، امور انك تعبت في ايه وانك شقيت في ايه وانك غلطت في ايه واتغلط فيك في ايه، اعادة حسابات بشكل كامل. ده هيقوم عليه ان عندك اشخاص هتبقى لا خلاص هيبقى فاضل لهم تكه ويطلعوا بره. فعندك ده يعني ذكريات كمان اللي انت بتعيدها ليها علاقه بقربك باشخاص او ليها علاقه ببعدك عن اشخاص، يعني هتقرب منك حد يا هتبعد عنك حد، فده عندك جدا جدا. طيب برضو برج العقرب في امورك بقى العاطفيه، امورك الماديه الاول لا عندنا تحسين في الوضع المادي بعد ان احنا كان في اللي هو زي ما قلت لكم كده اللي جاي على قد اللي رايح، لا هيكون عندك تحسين بقى، عندك ان الدنيا في الوضع المادي تبدا تستقر. وهنستقبل على فكره سنه جديده كلها منطبقه على اخر الفتره دي، هيكون كلها منطبقه على ده. عندك شهر اكتوبر فوقان، عندك نوفمبر هتبدا انك توضع خطط، عندك في شهر ديسمبر هو تحقيق اللي انت بتعمله، وعندك احلام وعندك نتائج هتظهر، يعني كلها تكون ايجابيه. عايزه اقول حاجه مهمه من حسب جبنا سيره الاحلام، يعني عندنا علاقتنا بروحانياتنا هتكون قويه قوي، هنكون بنحلم بحاجات كتير، بتحلم بالبكره، بتحلم بيه اللي هيحصل لك، بتحلم بحاجات كلها ليها علاقه ببشره خير، بان في امل جاي لك، بان الدنيا لا هتستقر. مش معقول احلم حلم زي ده ويحصل فيه مشكله، عندك ده جدا. طب عندك حاجه تانية، انك بتحلم باشخاص في الماضي، الناس بتوع الماضي برضو بيقول لك في الحلم. مش عارف ايه علاقه برج العقرب بالماضي بصراحه، بس برج العقرب كشخصيته هو متاثر كتير بالماضي اللي هو ليه علاقه بالوضع العاطفي، صداقه، وضع مهني، امور حياتيه، فده كطبيعته. فعشان كده يمكن انت هيكون ليه تاثير في احلامك. من خلال روحانياتك كمان ان هتلاقي نفسك اللي هو لا 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 قلبي مش مرتاح لي للموضوع ده، او انا حاسس ان انا منفتح جدا على الموضوع ده، هتكون روحانياتك ليها دلالة واشارة قوية. صدقها، صدق احساسك وصدق روحانياتك. ولو قلبك بيحب حد قوي، واسمعوا الكلمة دي يا برج العقرب، لو قلبك بيحب حد قوي قوي وحاسس ان انت يعني ايه، لكن عندك روحانيتك بتقول الموضوع ده اخرته وحشه وانا حاسس بكده، بس اعمل ايه في قلبي؟ لا انت اقتل قلبك ده، لو هتيجي على الكلمه دي فعلا اعملها. مفيش حد بيموت من الحب، مفيش حد بيموت من البعد، مفيش حد بيموت ابدا ابدا، فمش هتلاقي حاجه زي كده نهائي. برج العقرب حاول على قد ما تقدر ان انت لو حسيت ان الموضوع ده اخرته مش حلوه وعندك حاجه تانية ايجابيه، طب ما تروح للايجابيه، سيبك من اللي اخرته وحشه ده، يعني حتى لو انا قلبي بيموت فيه محدش مش هموت ولا حاجه، وجع وخلاص، احسن ما توجع نفسك فتره كبيره. صدقوا روحانياتكم، صدق احساسك، ده مهم جدا جدا ان انا اقوله. طبعا التوقعات الشهريه بتكون ليها تفاصيل اكتر من كده، ولكن عامه في حاجه تانية انا عايزه اقولها في خلال الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه ليها علاقه بشيء جديد، خبر جديد، فرصه جديده، حتى كمان انك بتجدد من نفسك، بتجدد من طريقتك، من تعاملاتك، زي ما قلت اعاده حسابات، لا انت بتجدد كمان من طريقه الشكل، من خسس نفسنا لا نتخن نفسنا، لا نظبط شعرنا، لا نظبط بشرتنا، لا عندك حته ده جدا. عندك انت معجب باشخاص، بتحاول كتير ان انت تسير الجدل حواليهم او ان انت تسيرهم، يعني انت عايز تقرب منهم تسيرهم جدا جدا. اكتر الناس اللي انتم معجبين بيهم ابراج مائيه، ابراج هوائيه، ومن الابراج الترابيه ممكن يكون العصراء، فعندك الابراج دي شويه محيراك، يعني عايزين تقربوا منهم اكتر. كمان برج العقرب عندك حتة ان انت هتكون منفتح اكتر، بتضحك اكتر، بتهزر اكتر، عندك اندماج في الوضع الاجتماعي جدا. عندك امورك شوية العائلية والاجتماعية ليهم علاقة بنفسيتك، بمعنى ان انت نفسيتك مرتاحة انت هتعوز تقرب منهم قوي، نفسيتك مش مرتاحة انت عايز تكون وحيد. ولكن انا اقول العكس، حاولوا على قد ما تقدروا لما نحس ان احنا بنمر بوحدة او حاجة زي كده ننغرز اجتماعيا، نحاول نكلم اصحابنا، نخرج نفسنا من الاحساس ده، لان عندك الفترة اللي جاية احنا قلنا انها ايجابية، هتساعد نفسك على الوحدة وتساعد نفسك لو مشكلة واحدة تأثر فيك وتمتلكك، فبالتالي انت مش هتلاقي اي ايجابية واي فرص. الموضوع كله مترتب عليكم، فرص ايجابيات كلها مترتبة على اصحاب برج العقرب نفسهم. عامة عندك كمان في الفترة دي هيكون في خبر لمولود جديد، او في عندك شيء جديد، او في حد هينجح، في
في نجاح، في عندك في مشكلة قانونية أو قضائية هتبدأ إن أنت تحصل عليها، عندك فوقان من غيبوبة، عندك مرحلة جديدة، عندك انتقال من شيء لشيء تاني إيجابي، فعندك ده جدا جدا. برج العقرب، أنا بجد بتمنى لكم السعادة والحظ والتفاؤل، ويا ريت نكون متفائلين وإيجابيين، ما تنسوش إن تفاؤلوا بالخير تجدوه. برج العقرب بالفعل بالفعل أنا بحبكم جدا، بتمنى لكم كل حاجة شيء سعيد. عامة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.